من المحكومة فاز المنظومة تم إيقافي لمدة 3 أيام. تعرضت خلالها لجملة من الانتهاكات، من أهمها معناتها الحق في الكرامة أثناء فترة الاعتقال وعدم تعرض لسوء المعاملة. نحب نذكر أنه في مركز الإيقاف بوشوشة فما عدد كارثي متاع عباد، فما عدم احترام للبروتوكول الصحي، العباد مطيشة على بعضها، العباد قاعدة تتعدى بطاقات إيداع بشكل غير عادي، معناتها جزء التشافي فيما خاطرهم خرجوا يتظاهروا. وجينا اليوم مساندة للموقفين والموقفات، وباش نقولوا أنه الحركة الاحتجاجية لازمها تتصاعد في سبيل إسقاط منظومة الحكم، لأني مش منظومة، هذه عصابة.